عمليات ابطال العراق تبعثون رساله للمواطنين للفعاليات الاجتماعيه العراقيه بان نحن ما زلنا نعمل بكل جد لتوفير الامن والامان الى ابناء الشعب العراقي، وبالخصوص عمليه تحرير من براثن داعش انتهت، ولكن بقت الخلايا النائمه ما زالت تهدد وتشكل تهديد لحياه بعض المواطنين في بعض مناطق العراق. التوجيهات: أهمية حماية وحفاظ حياة المواطنين في بعض القرى أو في مناطق العمليات، وبالخصوص ديالى تشكل بس تنوع خاص وعنصر مهم أنه نضع في الحسبان وجود نازحين ديالى في بعض المناطق ومحاولة العدو استغلال هذه الثغرات، فأهمية حماية حياة المواطنين مهمة جدا. اليوم احنا موجودين هنا في منفذ مهم لنبعث رسالة الى كل الفاسدين. اليوم احنا مرحلة اعادة النظام والقانون، هذا المطلب وليس مطلب الحكومة فقط، وانما مطلب الشعب، الكتل السياسية، الفعاليات الاجتماعية والحكومة. هذا المال اللي ينهدر تحت عناوين متعددة راح وقته، وأبلغ كل العاملين بهذا المنفذ. اليوم بدينا مرحلة جديدة مثل ما وعدنا بموضوع المنافذ اللي هو تحول مع الأسف الشديد إلى وكر ومعبر وموضع قدم للفاسدين. عندنا ثلاث مناطق: الحرم الجمركي اليوم يكون تحت حماية قوات عسكرية، وعندها الحق بإطلاق النار على كل متجاوز على الحرم الجمركي. النقطة الثانية: أتمتت الجوانب الإدارية في الجمارك لكي نحمي المال العام ونحارب الفساد. النقطة الثالثة: هم الأشباح الموجودين في الحرم الجمركي. هاي رسالة واضحة، السيد مدير منافذ موجود، عندك صلاحيات البحث عن الأشباح الذي يستفز ويبتز التاجر الوطني العراقي أو رجل الأعمال. عليكم مسؤولية، هذا المال مال الشعب وليس مال الفاسدين. يجب من هذه اللحظة، هذه المرحلة الأولى في مندلي، ثلاث مراحل: حماية الحرم الجمركي، الأتمتة، ومحاربة الأشباح. كل القادة العسكريين بكافة الصنوف ستكون هناك صلاحيات لمعالجة موضوع المنافذ. كما قلت قبل قليل، هذا المال مال الشعب، وهذا القرار قرار اكو شبه إجماع عليه وطني من جميع الكتل السياسية، البرلمان، الرأي العام، يتكلم عن الفساد هذه حكومة فتية، وأعرف أنه المواطنين عندهم أمل كبير بهذه الحكومة، والسقف عالي، ولكن من حق المواطن أن يطلب هذا السقوف العالية لحماية كرامته وحقوقه. مرة أخرى عندنا آمال كبيرة بأن نتعاون جميعا لمحاربة الفساد، واليوم انطلقنا من المنفذ الأول هو منفذ مندلي. ورسالة أخيرة لكل الفاسدين أو من يتورط في الفساد أو يحاول يبتز المواطنين سوف يتعرض لعقوبة، واليوم سوف نعيد هيبة الدولة والنظام والقانون. أتمنى من الجميع أن يتعاون للانطلاق، وهذا الجهد يحتاج تكاتف وتكامل كل العراقيين. واليوم احنا في مرحلة حكومة تعمل على تأسيس خيمة لكل العراقيين بتعاون جميع الأطياف، كما ذكرت، من الكتل السياسية، من الفعاليات الاجتماعية، ومن الشعب، حتى ننطلق إلى الأمام. أخلي اللي يفكرون يوصلون حرم القمرقي، خلي يفكر 1000 مرة من الآن وصاعدا. هناك قوة مسؤولة عن حماية الحرم القمرقي لمنع التجاوزات. شكرا جزيلا. الرئيس إذا أمكن يعني نتحدث في الحديث عن العمليات العسكرية، اليوم أهمية هذه العمليات، ولا أي مدى يمكن أن نستغني عن استخدام هذه القطاعات الكبيرة من القوات العسكرية بجهد استخباري وعمليات نوعية ربما تنفذها جهاز مكافحة الإرهاب. عملية إبطال العراق هي عمليات عدة لها بكل دقة لمتابعة أوكار الخلايا النائمة في محافظة ديالى. هذه المحافظة التي عانت الكثير من ظلم واعتداءات داعش، هذه الحملة هي لتطهير المحافظة من كل أو موضع قدم، ولحد هذه اللحظة العمليات تسير بطريقة ممتازة، وسوف تستمر العملية لفترة لحد ما ننهي أي تواجد لهذه الجماعات الإرهابية وعودة النازحين إلى قراهم أو ماكنهم. شكرا جزيلا. الإجراءات الجديدة، هذه المنافذ مع الأسف الشديد كانت تهدر سنويا مئات الملايين من الدولارات. اليوم يجب أن يعاد هذا المال إلى الشعب العراقي، وهناك جماعات إجرامية، عصابات، فاسدين كانوا يسيطرون على هذه المنافذ. هذه الرسالة أنه هذه بداية الحرب على الفساد. كل ما طلبه واحتاجه هو الوقت والتعاون والتكاتف حتى نبدأ، وهناك من يشوشر لإيقاف هذا المشروع. وأقول بكل صراحة سوف لن نتوقف ونسير إلى الأمام لمحاربة الفساد والفاسدين وعودة المال إلى الشعب العراقي. أطلب من رجل الأعمال الوطني، من التاجر الوطني، أن يدفع القمارك ولا يدفع للمرتشين. وأطلب من المواطن يلتزم بالقانون، لهذه فرصة لتوزيع العدالة بين الجميع. طيب ماذا عن إعمار المنافذ الحدودية؟ تكلمت مع السيد مدير المنفذ على أهمية بناء المنافذ ضمن مخصصات المحافظات، وإعطاء المنافذ فرصة استثمارية لتقديم أفضل خدمات. أقولها بكل صراحة، شيء مخجل أن هذا المنفذ يدر ملايين الدولارات وهو بهذا الواقع المؤسف. شيء مخجل، هذا يمس كرامة التاجر والمواطن والزائر. يجب أن تكون منافذنا منافذ نموذجية حال حال دول الجوار. وطلبت من الأخ مدير المنافذ أن يعد خطة لمعالجة هذه المشاكل في كل منافذنا. كل محافظاتنا عندها تحديات، ولكن تبقى ديالى لها تحديها الخاص بسبب التنوع الموجود بها، واللي احنا نسميه دائما العراق المصغر. ديالى الله ينعم عليها بثروات، زراعة، نفط، موقع، وحتى في مجال الصناعة. تحدياتنا كبيرة. أنا اليوم في زيارتي إلى ديالى أقول رسالتين. الرسالة الأولى أنه ديالى يجب أن تكون في القلب ويجب أن توفر لها الدعم لاعتبارات موقعها الحدودي، لاعتبارات موقعها من العاصمة بغداد، والاعتبارات ما تعرضته من دمار خلال الحرب ضد داعش. ديالى تمثل تنوع عراقي، هذا التنوع يجب تحوله عنصر قوة مو عنصر ضعف. أنا مراهن على طيبة العراقيين وطيبتهن.